بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قيشتنا سنن فيما يراه النائم أو سنتانيك كسك خود بينتن سند وتسبكاتن كمالك آداب هي آكار هي بيست زيب زيبكا دين إن شاء الله دين خدمة كتابك بزانين باس لا زوركاني خو سنتك عندك بلى. سنن فيما يراه النائم، ما يراه النائم لا يخلو من ثلاث أحوال جاءت في حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند مسلم. أولا رؤيا صالحة وهي بشرى من الله سبحانه ولها آداب ستأتي. ثانيا رؤيا تحزين وهي من الشيطان ولن تضر العبد إذا امتثل آدابها وستأتي. ثالثا أن يرى النائم ما حدث به نفسه قبل نومه فليست بشيء. بلى دفرمي أو كسيك خود بينيتن لو سببت بدرنيا أوش لحديثك أبو هريرة هاتيا لمسلم هاتيا باس أو سببت دكاتن يكم رؤية صالح خويتاك أوش مجديك للاين خواي پروردگار وكمالك آدابي هي دو عدي باس آدابا كانش دكاتن دواميان رؤية تحزين أو خوي إنسان بي دلتنك دبيتن بو خوي طبعا أو خوي كبي دلتنك دبي أو الشيطان ويا لو زرر به انسان کی د گینیتن اگر بیتو او آدابانه زیب زینه کاتن ک لمودو دیتن باسی دکا سیمیان او خوی ک انسان پیش او بنویتن قسل اگر نفس خو دکا مثلا بابته کبیر لی دکاتو او شته کو بکم کو بینم حزله بابته ک فکر لی دکاتو ک دنوی خو ک د بینیتن فلیست بشین او هیز نهر شتيكا ديتنو أضغاث أحلامها هار ديتا السريو درواتنو تواو هيت ستيدانيا بلا. كثيرا ما يرى النائم في منامه أشياء تجعله يقوم إما أن يظل يومه مسرورا أو يظل مهموما قلقا. وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم ما يجعل العبد دائما مطمئنا على أي حال وأي مرأة رآه، ولكنها الغفلة عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فنجد كثيرا ممن يرى ما يكره يقلق ويبذل قصارى جهده للوصول إلى معبر يعبر له ما رآه في زمن كثر فيه المعبرون على خلاف عصور السلف الفاضلة. وربما وجدت ذلك الرائي يصل به الحد لأن يسأل عن تفاصيل، وربما ترجى من يعبر له بأن يطمئنه مع جزمه بصواب ما قد يعبر له إلى غير ذلك من المحاذير في هذا الأمر. وليس هذا موطن ذكرها، وقد ذكرت شيئا منها في رسالة أسميتها يا صاحب الرؤيا تمهل. ومن عرف سنة النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك لم يصبه ذلك الهلع والخوف لإيقانه بفضائل هدي خير المرسلين صلى الله عليه وسلم. بلى ودفر مي أوي كزور بي خلشي دي بين الله خوكي دا بي بو كار هر دست نوا يعني دلي او خوي كدي بيني ودك او انسان دلخوش بي يعني ودك او انسان توشي خمو قلقي ودودلي بيتن بلام اول لسه سنتي پیغمبر بي عليه الصلاة والسلام ودك او انسان دائما دل آرام بي لسريك بابتيج لسريك حالت بيتن زور كسو چي آرام بيتن هر كسك بي آقابي لسنتي پیغمبر خو عليه الصلاة والسلام او ودك زور ترين دودلي لو كسا داها بيتن بو دبيني زور كسيا او كخوك دبينيتن زور تيدا كوشي زور هول داها تاوكو كسك ببينتوا تعبير خوكي لبو بكاتن ليك دانا خوكي لبو بكاتن بتابتي استاك خلقة چي زور خريشي ليك دانا ويخون نقل سردمي يعني اوي سردمي السلف كأوانا مجموعة چي دياري كرابون سن كسا چي دياري كرابون كخويان ليك دادا بس استا هر كسا كردستي خوي ليك داداتوا ونيا زور زاروية مثلا او نقطة ايش باز بكين دابين كابرا كتابة چي هيا وكتابي خون ليك دانوي ليك دانوي دي لسا كتابة يعني هموي ليك داداتوا حكا وما كت سهي تسمي هموي ليك او تا كتابة با جوجل يعني با كتابي ولا خون نامي السيرين يا كاكا هو إمام السيري هو سلمي جو دعاء كده زاني أو الرواية كان يا هو تيا دعاء
او ايك لوي هاتيا يعني كسج خراب كخوتش بينيا لقر كسج باش همان خوني عنديتيا دو تعبيري ليك دايتو فرمتي خوني تو اوه خوني واي اوه قلتين قربان لبرس اتو اخر يك خوا لو دو تعبير فرمي اخ اوه انسانك باش او انسانك او هاي يعني دو تعبيري ليك دايتو ببي شخصيتكش بس إما عقينية باشا خرابة كوا كونية نوج دكا نوج ناكا يكسر خوي ليك دا داتو زانا عند فر من حكم خوي ليك دا نو وكو حكم فتوى يعني اتوكو فتوى لو كابرا يبدي لو بيغمرج عليه الصلاة والسلام زور اقداري دكاتو كا كسك اقر زانياري نبو تسوك حتى بخاتو عايشش دا فرمتن او كا او خوي كليك بدريتو كو ليك بدريتو او هاديت تزي لو دي بزور اقدار من اي او خواب بچي دلين لبو مان ليك بداتو ومرزكاني شي تسنا ان زاد افرميتن ارا شويني دريش كدنوي او بابتي نيا امن او كم نسيا الرسالة كم نسيا كتابة كم نسيا بناوي يا صاحب الرؤية تمهل اي او كسيك خود بيني ولا سرخوبة لمن در باسي او سنة كاني في غنبر مكردي عليه الصلاة والسلام لو كأو إنسان توشي ترسو دل راوشي أو أنا نبيتن إنسان دز بقريبا هدي پیغمبر عليه الصلاة والسلام و هدي پیغمبران باشترين هدية رباسة بلا. فمن السنن في هذا الباب ما جاء في هذه الأحاديث عن أبي سلمة رضي الله عنه قال إن كنت لأرى الرؤيا تمرضني قال فلقيت أبا قتادة فقال وأنا كنت لأرى الرؤيا فتمرضني حتى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الرؤيا من الله والحلم من الشيطان فإذا حلم أحدكم حلما يكرهه فلينفث عن يساره ثلاثا وليتعوذ بالله من شرها فإنها لا تضر وقال أبو سلمة وإن كنت لأرى الرؤيا أثقل علي من الجبل فما هو إلا أن سمعت هذا الحديث فما أباليها بلى لسنة كاني كلو بعصهاتنا كم لك حديثا يقلو حديثانا حديثكي أبي السلامية دفرميتن أبو السلامة دفرميتن أم خوي وام دبين دبيني تمريضوني يعني خوك وهابو توشي نخوشي دبن بهوي أو خوة توشي نخوشي دكردم ده فرمي حتى قلت ابو قتاده بيم قلت ام خوي واده بينم كتوشي نخوشين دكاتن ابو قتاده فرموي ام جمله بيغمبري بو عليه الصلاه والسلام فرموي رؤيا وتخوي باج لخواي پروردگار وي وحلم خوي ناخوش وخراب ودلطنجي للشيطان وي فرمي هر كس لنقو حلمي بيني وتخوي ناخوش بيني با اوي بكاتن اگر بي ناخوش بو بارو لا يتسبك سي تفي بكا انت هو فلينفث ديار اول اقر بصاق فرقه ونيا بف بفا او تفنيا يعني مثلا انسان زور اوكي لقر نبي هر هوابي لقر تسم وردا او شيء ها دي او هاي يعني بلاي تسبي سيت بفي دكاتن او باشان خوي بخوي پروردگار بقري لخرابي او خوا فانها لن تضره پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمی هر کس اوها بکا زیانی پی ناگینی او خوا او ناخوش زیانی پی ناگینی ابو سلمه دل امن کاته که بینینی خو للام قرستر بو لسیاد زاری وها بو اثقل علی من الجبل یعنی زاری وی خو مواده بینی زور پی قلص دبو زور پی ناخوش دبو دل که جمله و حدیثی بو اوام زیبه زیکر فما ابالیها لما دو هيز جيم ندا دا هيز قرز نبو ناخوش نبو لسر كواتا زيبا ذكرني او سنة پیغمبر خو عليه الصلاة والسلام دا بي تهوي اوي كا او خوي كا اتو پید ناخوش او زحمتا لسرد آسان بي بل وفي رواية الرؤية الصالحة من الله والحلم من الشيطان فإذا حلم أحدكم حلما يخافه فليبصق عن يساره وليتعوذ بالله من شرها فإنها لا تضره وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا اقترب الزمان ولم تكن رؤيا المسلم تكذب وأصدقكم رؤيا أصدقكم حديثا ورؤيا المسلم جزء من 45 جزءا من النبوة والرؤيا 3 فرؤيا الصالحة بشرى من الله ورؤيا تحزين من الشيطان ورؤيا مما يحدث المرء نفسه فإن رأى أحدكم ما يكره فليقم فليصلي ولا يحدث بها الناس بلى
لرواتك كده فرمي خوي تاق لخواي پروردگار او حلم خوي ناخوش و خرابي جا شيطان ويا هر کس اگل ايوه خوي چي بيني يخافه خوكا او کسي ترساند يعني بي قلق بو بي ناخوش بو ده فرمي با تف بكات لاي تسبي و پنا بگري بخواي پروردگار لخرابي او خوا فإنها لا تضره اگر او هابكا او زياني بينا گيني ابو هريره ده فرمي پیغمبر خو عليه الصلاه والسلام فرموي او كاتي زمان ليك نيزيك بو يعني نيزيك بو نو قيامت شكلا كاتي نيزيك بو نو قيامت ده فرمي زمان ليك نيزيك ده بيتو او زمان ليك نيزيك بو نو هر واقعيا زمان كاتا كان كرد بيتو يانيش للرجاي اوي كا تكنولوجيا اوشتانا زور مشغوليات زور دبي خلق اغاي لوقتنا مني هروادا كي وقت درواتن بركتي تدانا مينيتن على اي حال لنزيد بنوي قيامت او حالة الرددة دفرمي والدك خوي مسلماني راس دردتيتن يعني دروي تدانا بيتن راسترين خويش او كسيكا راسترين قصي هي واتا كاريغري قصا كابراي رازغو كاريغري دبي لسا خويش او انسانه تندي رازغو بي خوكي زيات الراز دبي تنو بالراز دي قريتو ودا فرميتن خوي انساني ايمان دار بشكا لا تلوبينز بشي بيغمبراتي لا رواتكي بخاري هاتوا تلوشش بشي بيغمبراتي ودا فرمي خو سي جورا خوي چي تاك ما هي رؤيا صالح خوي تاك ما هي اوش مجديك الا لاين خوي پروردگار و دوميان خوي چي ناخوش ما هي كا اوش لاين شيطان و خويك ما هي كانسان قسل غير خوي دكاتن يعني بير دكاتو فكر دكاتو برلوي بنويتن فكر لبابتك دكاتو فكر لقسيك دكاتو لشتك دكاتو اذا لخو دي بينيتن او جهاري كقل ايوه خوي تشي بيني كبينا خوش بو يعني لنفسي و بي قلص بو فليقم فليصلي باو كابرا هل بستيتنو دزنو جاك بشواتنو دو ركعات سنتي بكاتن ولا يحدث بها نفسا و بها الناس وهروها او خوال لبو هزك سجن جيرتوا ما دم خوكينا خوش بو بالبو هزك سجي او خوي نجرتوا كوات خوي ناخوز بعنا جردريتوا باشترا والله اعلم بل وفي حديث جابر رضي الله عنه عند مسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وليستعذ بالله من الشيطان ثلاثا وليتحول عن جنبه الذي كان عليه وفي حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه عند البخاري اذا راى احدكم الرؤيا يحبها فانها من الله فليحمد الله عليها بل لحديثك جابر ده فرمي بيغمبرك عليه الصلاة والسلام فرموي باو كسبنا بقري بخواي پروردگار للشيطان سي زاران أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بكاتن ولا سر أو لا تنشتي كبوا خوي ورجي ريبو سر لا يشيتك مثلا كابرا لسر بشتا خوي داخت ستنيش أو ها لسر لا يتسبا خوي داخت سر لا الراس وها وأبي سعيد الخدري دلي هر یک گله ای و پیغمبر کو علیه الصلاة والسلام فرمی هر یک گله ای و خوی چی بینی او خوی پی خوش بو مجدیک بو ل خوکی شته چی خوش بینی با حمد و سپاس خوای گورب کا لسر او خو خوشا وتحصل من الاحاديث السابقه اولا ان من راى رؤيا حسنه فانه يسن له ان يفعل ما يلي ان يحمد الله عليها لانها منه سبحانه ثانيا ان يخبر بها ولا يخبر بها إلا من يحب أو جاء لو حديثنا أو ما لبو بديار دا كويتن كهر كسيك خوي چي خوش بيني بيوستا أو إيشانا بكاتن يكم حمد وسباس خواي قورا بكا لسا بينيني أو خوي لبروي أولا لان خواي پروردگار أو مجد خوش أو خوا خوش بيدا دوام يان و هوال بداتن بو خوا او خوا بلا بكاتو بلام خبر نداتا كس و هوال نداتا كس بو خوا الا مگر كس خوش دوي يعني خواكي لكن كس بجرتو كخوش دويتن نك لكن همو كس چي سكا جارو حسودي بيدا بردري ها وكو ويكا لقصة كي بيغمبر يوسف داها
يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك. يعني لبويا مجرو لو تشكا كيدو فيلا كان او جل بكار ديخن لبران برد لو خوي خوش هول بدل لاي كسك بي جروك اتو خوش دويتنو خوش دويتنو انسانا چي برزو و تمنى خيري هي لبوت نقلبو كسكا حسودي هبيتن بران برد كلوانيا اميدي خيري بيد نبيتنو يان ببيتا شر خرافة برامبر أن من رأى رؤيا يكرهها فإنه يسن له أن يفعل ما يلي: أولا يتفل أو ينفذ عن يساره ثلاثا، ثانيا أن يستعيذ بالله تعالى من الشيطان ومن شر ما رأى ثلاثا بأن يقول أعوذ بالله من الشيطان ومن شرها ثلاث مرات، ثالثا أن لا يخبر بها أحدا، فإن فعل ذلك فإنها لا تضره كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، وإن زاد على ذلك بأن يتحول عن جنبه الذي نام عليه، فإن كان مستلقيا على ظهره فلينم على جنبه، وهكذا أن يقوم فيصلي ركعتين. إن زاد فرما دي أغر كسك خوي چي ناخوش بيني سندوا أو إشانة بك يكم بف بكاتن للاي تسبيه وا روار بجرلو للاي تسبيه سي جارام بف بكاتن دوميان فانا بقري بخواي پروردگار للشيطان ولشر خرابي او خوي كبيني ويتي سيزاران بوي كبلي اعوذ بالله من الشيطان ومن شرها فانا بقري بخواي پروردگار سيميان هوال بدا او هوال نداتن بهيت كسك بو خوي كبيني ويتي چونك اگر واي كيرت او كاتا اگر خبری نده هیچ کسیک او کاته ضرری پینا گینی وکو پیغمبری خواه علیه الصلاة والسلام حوالی ده بس اگر خواه ناخوشکی بینی و لبو خلچی جی رای و او والله اعلم پیده تی زیانی پی بگینی وکو اوی که لحدیثه که ابو سلمه که باسی کرد که انسانکا زاروی توشی نخوشیش ده بی پی لوی با خوی ناخوش مجر رو إذا أجر ويستي سنة كان زياتر بكار لسر لا يجيبو بأخوي ور بجر لبو لا يكيد كاب بون منا مستلقيا أو كابرا لسر بش بيتن بأخوي ور بجر لبو تانيش و بينزم خالش دفرمي با أو كابرا هل بستي دور كعات سنة بكاتن شوكا براسي اوش كاري غاري زور دبي لسر اوكي او خوا ناخوشا لسري برواتنو وناخوشا كي لبونيت بل وتأمل قول أبي قتادة ومثله أبو سلمة رضي الله عنه وكيف أنهما يريان الرؤيا تحزنهما بل تمرضهما ولما طبق هدي النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك قال أبو سلمة وإن كنت لأرى الرؤيا أثقل علي من الجبل فما هو إلا أن سمعت هذا الحديث فما أباليها فحري بمن يهتم ويصيبه القلق حينما يرى ما يكره أن يطبق هذا الهدي النبوي الذي فيه بشارة فإنها لا تضره. قال النووي رحمه الله وإن اقتصر على بعضها أجزأه في دفع ضررها بإذن الله تعالى كما صرحت به الأحاديث. قال القاضي وأمر بالنفث ثلاثا طردا للشيطان الذي حضر رؤياه المكروهة تحقيرا له واستقذارا وخصت به اليسار لأنها محل الأقدار والمكروهات ونحوها واليمين ضدها. بل ده فرمي لقصكي أبو قتادة وأبو سلمة راب ميني بزانك أوان باسي خوي ده كان أو خوا دبيته هوي نخوش بوني إنسانكا دبيته هوي أوي كدلتنجي بكاتن يعني هندكاري قري هي هندكاري قري هي توشي دلتنجي ونخوشي ده كاتن بلام أو إنسانكا هدي وريبازي بيغمبر زيبت زيبك عليه الصلاة والسلام وكو أبو سلمة كفرمي جاروي هي خوي دبينم هنشي يكتياي لسرم قرصة بلام که جوابیستی حدیث که پیغمبر بوم علیه الصلاة و السلام آموزش گاری که کد زیب زیم کرد فرمی فما اوبالیها است هیچ جمله آوینیه که خوا کن آخوشش بیله بروی ربازی پیغمبر علیه الصلاة و السلام زیب زیاد کاتم لی هول بده بگر ربدوی آوی گرنجی با سنت کانی پیغمبری بده علیه الصلاة و السلام چون که اگر نه آو دبیته هوی قلقی انسان آو شته که دبینی پی نخوشا دبیته هوی قلقی وزيب ذكرني فرمان كان في غنبرك عليه الصلاة والسلام فإنها لا تضره فرمي أقرأ ويزيب ذيب كي أوا هيد زيانة بينا غيني أو خوانا خوشة وزحمته إمامي نويدا فرمي
إن اقتصر على بعضها أجزأه في دفع ضررها. أجر بيتو إما أو كرد بكينو لسر هنده چيان دبيتو إلى بردني زرركي با بلان بيستي خواي پروردگار وكو لحديثكي كباسي كرديا وكو چه مثلا وكو دفرمي قاضش أو هذا فرميتن كدفرمي أمر بالنفث ثلاثا سيزار بفي بكا و رول لا يتسبش بكا او جا سيزار بف كردنا دلي در كردنا لبو او شيطاني كراوسا او خوكي بيبشان دا حتما او خوي ناخوش اللان شيطان ونيا او شيطاني كأو خوي ناخوش لبو هنا كأتو تفي ليدكي سيزار تف بلا يتسب دكي او تحقيرا بكمزانين و قيزون كردني او شيطاني كأتو روي لا يتسب دكي و تفاكي ليدكي باشا ولبرت اللي لا يتب لو لا يراز نبو تونك دفرمي لا يتب محل الأقذار شويني يشتا بيساكان يعني أو شتاني ك شتي سنتين يعني وكو بلاي قيزوني چي تداهي بون من كابرا دستا مرافق بلا يتب دات ستين خوي باك دكاتو بلا يتب ديكا ديتا مزق أول لدري لمزقفتي ديتا دري بلا يتب يعني أو شتاني لو يدل شويني أو أقذار كان لا يتب يعني أواني كمكروهات هو هاو شيوي وانا بلام لا الراس بيتواني وي نا لا يشتا خوش يستو شيرين كانم بيغمر صلى الله عليه وسلم زور بيشتا باشا كان هر بلا الراس كرديت وانا يحجبه التيمون بيغمر صلى الله عليه وسلم لا الراس تي خوش ويستيا لو يدا فرمي تفكاج للاي تبدا كريتن. ويستفاد من الأحاديث السابقة أن رؤيا المسلم جزء من النبوة، وأن أصدق الناس رؤيا أصدقهم حديثا في اليقظة، وهذا من تأثير الصدق وبركته على المسلم حتى حال نومه. قال ابن حجر رحمه الله، قال القرطبي: وأصدقهم رؤيا أصدقهم حديثا، وإنما كان كذلك لأن من كثر صدقه تنور قلبه وقوي إدراكه فانتقشت فيه المعاني على وجه الصحة، وكذلك من كان غالب حاله الصدق في يقظته استصحب ذلك في نومه فلا يرى إلا صدقا، وهذا بخلاف الكاذب والمخلط فإنه يفسد قلبه ويظلم فلا يرى إلا تخليطا وأبغاثا، وقد يندر المنام أحيانا فيرى الصادق ما لا يصح ويرى الكاذب ما يصح، ولكن الأغلب والأكثر ما تقدم والله أعلم. قال ابن حجر رحمه الله: وهذا يؤيد ما تقدم أن الرؤيا لا تكون إلا من أجزاء النبوة إن صدرت من مسلم صادق صالح. بل أجد فرمي لو حديثانا أما السودي أولي ورد دقرين كخوي تاك بشك لبيغمبراتي يعني بشك لبشكاني بيغمبراتي حتى بيغمبر إخواش عليه الصلاة والسلام بداية كبيرجوي وحي لبي بخوي تاك ودستي بيكر ونيا أو خوي دي بيني دو بواقع دا دوبارة دي بيني ولواقع دا دبو ودا فرميتن راز جو ترين كس أو كسيكا خوكي لها مو كسي راستر در دستيتن إنسان تسندي راز جو بي أوش كاريجري راستيا و تأثيري لسر خوكي دي بيتن كاريغري وبركتي الراستي كاريغري هي لسر حالي خوبينين. ابن حجر رحمة خوالي بي دفرمي قرطبي دفرميتن دفرمي لباري اوي كا بيغمر عليه الصلاة والسلام دفرمي رازقو ترين خو للايان رازقو ترين كسوا دبيتن كا او كسا تسندي رازقو بي خوكاشي الراستر دادتي او جبر اويا او كسي كا زورترين سكاني الراستيا دلي روناك دبيتوا و هسبي كردني بقوة دبيتن وإلي دي ما ماناي بابلن فراوان دبيتن يعني زيات الرول الراستي دكاتن وأوش كاريجري دبي لسر حالتي خوكي شنك تون ل للراستي دا ل ل بخبري دا إنسان لقر راستيا وأو راستيش رايدة شيء لبو خوكش كخوكشي راز در بتسيتن با بيتواني او كابراي كا دروزن و قسكاني تيكر و بيكرا لويش او درويا كاريگري لسر ناخي شي دكا لسر دلي شي دكاتن وكو دلي شي تيك داتن ايجا كا كاتك او انسان خوش دبيني خوكي تيكل و بيكل و خوكي يعني فاسد دبيتن راستا
كم زاروية إنساني رازقو خوك ببيني راز درنتي وإن زارواشي يعني كم زاروية هيا كإنساني دروزن خون ببيني خوك راز بيتن دبي بلام أول زور بكما بنادرية إنساني دروزن خوك راز درنتي إنساني رازقو خوك راز درنتي بلام زور بيزوري والله أعلم إنسان الرازق خواكي راز دردتي وإنساني دروزنو بيسرو برش خواكي هر بيسرو بر دردتي تن ابن حجر رحمة خوالي بدا فرمي اوش پشجيري اوي دكاكا لمو پش روي سبارد با خو خوي تاك كباس ما كركا بشيكا لا پنزاو او لا تلو پنز بشي پیغمبراتي يعني تلو شج بشي پیغمبراتي بهر دو رواياتاتيا كلا إنساني مسلماني رازقوي تاك أو خوا دردتيتن تونك باشي پیغمبراتيش پیغمبراتيش دستي پیکر هر لووا لا تاشي و پاشي و باشي أو دستي پیکر بام من استيقظ بالليل فإنه يسن له قول هذا الذكر وهو ما جاء في حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من تعار من الليل فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير الحمد لله وسبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله ثم قال اللهم اغفر لي أو دعا استجيب له فإن توضأ وصلى قبلت صلاته. قال ابن الأثير رحمه الله من تعار من الليل أي هب من نومه واستيقظ. دفر مهر كسق لخو حصة بخبر هات سنة أو ذكرى بكاتن ذكرى كلا حديثك عبادة كرسامت هاتي دلالي بيغمبرك عليه الصلاة والسلام فرمي من تعار من الليل أي استيقظ يعني هركس قل خو هستا لشو با أو ذكرى بكاتن لا إله إلا الله وحده لا شريك لا تأخيري ده فرمي ثم قال اللهم اغفر لي لباش ذكرى كي بلي خواليم خوش با أو دعا استجيب له يا هر دعائك بك الا اخوي جورا دعاك قبول دكاتن او اگر او كابرا هستا دور كعاد دزني ششتو دور كعاد نو ذكر قبل الصلاه نو جكش لي ورد جيري قبول دكريتن دو ابن اثير ده فرمي من تعار من الليل هر كسكا ده فرمي اي هب من نومي يعني لخو رابر راتلكا هستا لخو أو كسيك أو دعاء بكاتن أو ذكر بكاتن ومدوا هر دعاءك بكا خوي جورا دعاءك قبول دكا بلى. وفي هذا الحديث بشارتان عظيمتان لمن قال إذا هب من نومه لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير الحمد لله وسبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. الأولى إن قال اللهم اغفر لي أو دعا فإن دعوته مستجابة. الثانية إن قام فتوضأ وصلى فصلاته مقبولة. فالحمد لله الذي من علينا بهذه الفضائل والمنح ونسأله التوفيق للعمل والإخلاص فيه. أجلو حديثي دو إشارتي زور قوراها دو آماجي زور قوراها لبو أوكسيك لخو الرادة صلاتي وهردة صيلة خو أو ذكري ككير لباشان أقر قوتي خواليم خوش با يا هر دعاء جيب كير او دعاء كي قبوله او هيك كلام مجد قورا كان وخوشا كان مجد قورا ودوام او هيك او كسهل بستي ودز نوجي بشو نوجي بكا او بدل نيايه او نوجي قبوله او عبادتي قبوله كاتب راسي او دو مجد زور زور قورا تونكا للصحابه هاتوا لبياو كان تابعي هاتوا قلتوا انا اگر خواي پروردگار يكسوز دم لي ور بغري امن ممنونم يعني سباس خواي قورا كم اگر يكسوز ده تسوك خواي قورا ده فرمي إنما يتقبل الله من المتقين خواي قورا لمتقيان قبول دكاتن كواتا اگر سوز ده كم ليور بقري كواتا ديار خواي قورا أمني لمتقيان هجمار كرديا لو يبا راستي اوا بهمو كزنا كري كالخو هستا راتلا چي لخو هربستيتن او ذكري بكا وهربستيتن دزنوجي بشوا وبتسي دور كعا سنتي بكا او إلا مگر كسك خواي قورا بخوي خوشي بيو توفيقي بكا إذا أو كسا لو يقلا بياو تاكان عبدا شهبو عبدا كي شو هستا أو دزنوش ششتو
خارجی نوش کردم بو شو نوش بو دفرمی اوش هستا لپشتی راوستا عبدکش دعای دکر دیگو خوایا لبر او خوش جوستنی اتو لبو منت هیا لیم خوش با کابراش که لپشتی بو گوتی اوها ملی گوتی عبدکش گوتی اوها ملی او غلطا او دعای کو اوها دکی بلی خوایا لبو تو میا لیم خوش با اوها بلی گوتی نه قربان ایمن تواوا گوتی لبروی اگر خواه گوره امن خوش بود نویست با ایستا نیدهش امن باو شوی حال بستمو بیم دزنوش بشومو بیم سوزده لبران بر ببام توانای اوی نددم اگر خواه گوره امن خوش نویست با لکفر رزگاری نده کردم لبو ایمان نیده اینم لبو ایمان خواه گوره امن خوش دویتن لوی خواه لبر او خوش بستنی اتو لبو منت هیا لیم خوش با سبحان الله دلی یکسر گویی قصه کی تو تواه دلکه او های گویی مادم ویا جورکی گویی او امن لیت خوش بم برو یعنی گردن دعازابی و آزادم کردی فرم دلکه اوش که عبدکه کبینی او آزاد کرایا زور دلی پی خوش بو ک آزاد کرای گویی خواه او لی خوش بونی بنده چی تو ل بنده چی ک اوها خوش او دبیل خوش بونی تو کوبی سبحان الله دفرمی اکثر بر بو وفاتی کرد اوزه قزم یعنی اگر خواهی گوره اتو خوش نویتن او رگات پی نهده اتو بو شوی دزنوی هر بز او ذکری بکی و دزنوی شوی و خری چی نوش کردن بی که براستی او فضل چی زور زور گوره که خواهی پروردگار او فضلو منتی لگل کردوینه بل فائده اختلف في معنى تعار في الحديث السابق فقيل انتبه وقيل أن وفزع وقيل اليقظة مع صوت وقيل استيقظ وقيل غير ذلك وتقدم قول ابن الأثير وكذلك نقله عنه ابن منظور في لسان العرب رحمهم الله أنها بمعنى استيقظ وهب من نومه وكذا فسرها شيخ الإسلام رحمه الله حيث قال بعد ذكره لحديث عبادة رضي الله عنه السابق فقد أخبر أن هذه الكلمات الخمس إذا افتتح بها المستيقظ من الليل كلامه كان ذلك سببا لإجابة دعائه ولقبول صلاته إذا توضأ بعد ذلك وهذا من فضل الله تعالى الواسع فينبغي لمن بلغه هذا الفضل ألا يفرط فيه قال ابن حجر رحمه الله قال ابن بطال وعد الله على لسان نبيه أن من استيقظ من نومه لهجا بتوحيد ربه والإذعان له بالملك والاعتراف بنعمة يحمده عليها وينزهه عما لا يليق به تسبيحه والخضوع له التكبير والتسليم له بالعجز عن القدرة إلا بعونه أنه إذا دعاه أجابه وإذا صلى قبلت صلاته فينبغي لمن بلغه هذا الحديث أن يغتنم العمل به ويخلص نيته لربه عز وجل وبهذه السنة ننتهي من عرض السنن الموقوتة لأن ما بعدها هي سنن الاستيقاظ من النوم التي بدأنا بها وأولها السواك وقول الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور بل اوجا باسی فائده چی دکا سودک ده فرمی زنان رادیایی هی سبارت با تعار کل حدیثه که هاتیا هنده چیان دلین بمانای انتبه یعنی کابرا بخو هاتوا با آگا هات هنده چیشیان بمانای فزع لی چیان دایتوا یعنی وکو بلی راتلکان راتلکان هنده چیش دلین نا کاکا کات کا سکه با خودی تو و صوتیش لگر دیتن با آگاه دیتو با صوتش هندی چیشیان دلن هستانه لخو با خبر هاتنا و زیگل وقصانش کردیت یان یعنی همونج لدوری اوید انسان که با خوبی تو آگاهی چی هبیتن و رابرا قسکی ابن اثیر و هروها ابن منظور جا لسان العرب او اي نقل كردوا كده فرمي بماناي استيقظا واتا حصان لخو يان راتسلكان لخو بهمان شوا شيخ الاسلامش او هات تفسيري كرديا كا لباش حديثكي عبادي دليتن فقد اخبر ان هذه الكلمات الخمس او بينج وشي كا بيغنبري خو عليه الصلاة والسلام خبري بيداينا مثلا لا إله إلا الله وحده لا شريك له أو بيت حساب كرديا أو كيت كله الملك له الحمد دو أو زاهتا أخيري تفرمي أو بينز وشي ك بينز كلماتي كبيغمبر عليه الصلاة والسلام فيري كردينا
هر كسك اگر بخبر هاتنا وكي لشو بوانا دستي بيكرت قسكي يكم قسي اوانبو او ذكرانبو او دبيتا هوكاري اويكا دعاكاني جواب بدرته ولام بدرته ونوشكشي قبول بكرتن اگر دز نوش بشواتن نوش بكا طبعا وجل فضلي خواي پروردگار فضلي فراواني خواي پروردگار پیوستیشا بو هر کسی که او فضلی زانی لدس خوی نداتن ابن حجر ده فرمیتن ابن بطال ده فرمی پروردگار بلینی داول سر زاری پیغمبرکی که هر کسی لخو هستا دس با توحید بکاتن ها لا اله الا الله توحیده ونیا یکسر دس با توحید بکاتن و دام پیدانان با ملچی خوای پروردگار و اعتراف کردن با نعمتکانی خوای پروردگار و سپاس خوای گوره لسر بکاتن و خوای گوره با پاک دابنیتن لوشتانه که لایقی خوای پروردگار نیا و هر وها ملکتی لبو خوای پروردگار برانبر گوره خوای پروردگار و تسمیلی او بیکا هیچ شتگ لتوانای دانیا الا با هاوکاری خوای پروردگار نبی جا اگر انسان اعترافی با هو مشتا کرد او کاد اگر دعای کر خوای گورا جوابی داداتو و لامی داداتو و اگر نویجی کر خوای گورا نویجی که قبول دکا و پیوستی شلبو او کسی که او حدیثا دبیستیتن براستی کارپی کردنکی با غنیمه دور بگری با دسکو دور بگریتن دسکو تی چی گوریا و نیتی شی پاک بکاتو بو خوای پروردگار تاوکو خوای پروردگار لو بخششا بینیازی نکاتن بووا کتایی با سنتکانی بابلن شو هستان لخو دینین که سنتی کاتی بون لو وقتانا دکرا إذا أو سنة أنا شيكا لدواي لخو هلستان دي باز دكا لدواي لخو هلستان أما كا باس ما كر بيشتريج يكم يان لسواق رادست بيكر وني فرمي سواق شي دكي أو جدي تمشاي آسمان دكي أو جا أو آياتي سورتي أو آل عمران دخين يو أو جد زنوج دشو أو جد نوج دكاتن وتن ركعة شو نوج دكو أو جد بيان يكي پیش اوی طبعا بچی لبو نوجی سبینه دورکا سنه تکی دکو لسلای راس پال دکاوی نوستن نه بس پال کوتن نوجی سبینه دکاو دمینیت و اوانا ما همو باس کرد یا ده فرمی علی را کتای بو سنتانه ده اینیم که سنتی کاتینا وقتینا الحمدلله الذي احیانا انسان که هرج دستی لخوی او ذکرش بکا الحمدلله الذي احیانا بعدما اماتنا و الیه النشور لو ده فرمی اماتنا چونکا پیامبر علیه الصلاة والسلام فرمی الموت النوم اخو الموت نستن برای مردنه لوی ده فرمی سپاس ده بو او خوایی که زندو کردن و دوی اوی مرده بوین و گران وشمن هر لبو لای خوای پروردگاره سبحانک اللهم و بحمدک اشهد ان لا اله الا انت استغفرک و اتوب الیک